السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير، فيديو جديد، نهار جديد. المهم هذا الفيديو هذا انا درتو الصراحه، يعني مديور وكان كنت كنمونطيه، يعني خرجنا هاد الخرجه هذه غتشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. يعني خرجنا ومهم الدراري كيلعبوا، غنتو ان شاء الله في الفيديو كما قلت لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكنت جالسه قلت انا المونطي واحد الفيديو كنت حاطاه ديال عيد ميلاد اكرام وما لقيتش المقدمه، هذاك الشيء علاش قلت غندير لكم المقدمه مع الديكور هذا الزويون كتشوفوا. يعني هذاك الشيء اللي بقى غنديروه ان شاء الله في الفيديو الجاي غتشوفوه ان شاء الله يا ربي. المهم الفيديو هذا غيكون فيه ان شاء الله عيد ميلاد اكرام، درت لها الكاطو. المهم داك الشيء زويون الصراحه، نتمنى تكملوا الفيديو حتى التالي وكومونتير يكون زويون. وكنقول لكم بقاو معايا بسم الله. دابا ان شاء الله كما كتشوفوا غنبداو ان شاء الله نديروا الجينواز ديالنا باش نديروا لاطارت كما قلت لكم في الاول الفيديو. ان شاء الله نهار عيد ميلاد ديال اكرام وغنديروا ليها الكاطو يعني غير في الدار، كلشي غير ديال الدار ان شاء الله، وغتبقاو معايا حتى التالي. المهم غندير هكا، احنا خدامين وكنهضروا على المقادير ياك. غادي نديرو نيشان في الكاميرا شويه. اها نديرو نيشان في الخلاط شويه هكاك. اه مزيان. نديرو جوج بيضات ديالنا. ديري جوج بيضات بسم الله. كلشي ديالهم كلشي ديالهم مره، غتخلط كلشي في مره. حنا هاد لاجينوز احسن اللي غنديرو ماشي غنقسموها، يعني هاد لاجينوز غتكون غير وحده غير وحده، وغنديرو بزاف منهم. غنديرو بزاف منهم حيت حنا شحال بغينا القطعه، حيت حنا كنا غنديرو بحال ايه قالت لك من الاحسن ما نقطعوهاش، من الاحسن غنديرو هكا نطيبو وحده بوحده. اييه دابا درنا جوج بيضات، غادي نديرو نورمالمون كنت شفت واحد الوصفه كيدير فيها 7 المعالق سبعة المعالق ديال السكر. انا باش تجي حسب اللاطه ديالي غادي ندير 10. اي يعني واحد اللاطه ديال اي ها واحد جوج واحد اللاطه اللي عنده باش نهضر باش ما نتلفكش. يعني 10 كنت قلت كما قلتي انت كل واحد اللاطه ديالو، كاين اللي يقدر يدير غير لاطه صغيره وتجي. يعني هو عارف على حسب السكر كل واحد والقياس ديالو. ايه وغادي نطربوه عاد نولي نخدم شي لاطه. داكوغ انا كنخدم وانا كنطرب. يعني كطربي وانت كتزيدي المقادير الاخرى. داكوغ ما كنا شفتو جوج بيضات و10 المعالق ديال السكر، يعني معلقه ديال الكسكسو. دابا غنديرو كل حاجه كما قلت لكم، انا غادي نديرو ونطحنوه. دابا درنا البيض والسكر وطحناه. اها غندير دابا 10 معالق الزيت. بحال سنيده بحال الزيت قياس واحد. هادي مزيانه، يعني حتى اللي دار لاطه صغيره تقدر دير بحال 4 معالق هنا 4 معالق هنا. مزيانه هاد 3 4 5 6 هادي مزيانه حتى اللي ما عندوش الميزان. حتى اللي ما عندوش الميزان ما يبقاش يحسب شي بالغرام ولا شي بالفيديو كمهني راسو. غنطحنوا دابا ومن بعد عاد نديروا عاود الحليب ونطحنوا. ومن بعد غنديروا الطحين ونطحنوا. سيري انا غنديروا حتى غنديروا الخل باش تجينا رطبه. جات القضيه انت كديري الحاجه وكطحني باش داكشي كطحن مزيان. دابا غنديروا الحليب وبحال اللي ما عندهاش الخلاط بحال هكا تقدر ديري خلاط يدوي احسن. يقدر تقدر تصدق ليها. تصدق انا واحد المره جربتها بغيت غير خلاط ديال اليد هذيك تقريبا جوج معالق درتي. سبت 3 مع الزيت شي كيفاش كيدير. كطلع 5 قلتي حتى هو منو 10 6 10 المعالق. ودابا غتولي تطحني. دوزي دوزي تباني اختي دوزي. اليوم السلام عليكم المشاهدين المشاهدين. دابا غنطحن طحن.
صافي دابا غادي نزيد علينا طحين مع الخمارات. الطحين طحين 10 معالق 10 معالق اللي حسبناهم ودرناهم هنا 10 معالق كلشي غير 10 10 10 10 من الحاجه خلا من الحاجه غادي نزيد الطحين غندير والخمارات جوج اش بغيت الساده ديال 8 غرام 8 غرام معروفين عندنا هنايا 8 غرام حنا عندنا تما فيها 11 غرام حنا عندنا 11 شويه كتجي صعيبه كتجي صعيبه شمرا كدير بحال دابا بحال اللي كندير خميره ونص شي مره صافي تعاود جوج وا خميره والطحين نزيد شويه نخلي شويه ربما كاين الطحين كيشرب بصح ما تقدريش تعرفي شنو كلاكس انا احسن بقى شي عرس انا دابا غنطحنوا هاد الجبعه نمشيو نتكشطوا نمشيو دابا غنزيد الطحين لقيتي عليه لقيتي شويه جاي يعني شوف غنزيدو ما غيدي ما غايجيش ماشي شي معلقه كاع مثلا من بعد باش نوريو لهم العجينه الخليط كيفاش كيجي انا هذيك الفكره للناس اللي اول مره يديروها نشوف نقرب الشيء نشوف اييه شوفي العجينه كيفاش دايره غندير الخل باين عليه نحونا مزيان اييه هو الطرا كيسهل علينا بزاف د الحوايج كيسهل صراحه هاد الخل شتي شحال تقريبا ياك شويه وصافي باش ما تجيش عاود فيه ضرب على الطيرات كنت الطيرات بحال هكا عينك ميزانك وصافي على حسب انت شنو شحال درتي ديال صراحه هو كيجي زويون مع كيكا كيرطب نديرو غير شويه هنا باش يبان حسب هادي هاكا باش يبان هنا باش يبان مزيان هنا هاكا طلعت الشيرين طلعت زوينين الصراحة هادو لا جينوز زوينين دابا واقيلا انا نشري واحد جوج بحال هاكا اللي عندهم هذا طالع هاكا كي حتى البقلاوة مين هذا اللي يصلح حتى البقلاوة يجي فن كيوقفها لي دابا مين يكون غادي نشري واحد هاكا واحد شويه كبير عليه والمول يكون قدو فين دريسي بصح فين دريسي لاطار ديالك هنا غادي ندير الجناب ديري الجناب عاد ديري الوسط عندي الوسط باش ما كيجي لنا غليظ زوينه هاد العجينه غتبين انت كتعمري بصح حيت مرا ملي كتخوي الوسط كيبقى الجناب غير تصليها الجناب ما كتخويش تصليها ديال الجناب دابا غنكرط انا هنايا اش معني هنا العجينه كاع ديري لي في الكاس الفرن حسنا مشعول عندك الفرن انا شاعله شو الحراره انت دايره دايره غير 150 باش ما بصح حتى انا 150 هي اللي كنطيب فيه بحال دابا كاع لي كاطو انا 150 160 هكا كيكا دايره 160 ما كنفوتش بحال دابا كيكا عاديه كتشدي لها ساعه في الطياب على 150 ولكن كنديرها في الفرن دغيا كطيب دغيا كطيب معاها وسخيخا انت كنربحوا الوقت بصح المهم حنا الاولى شاركناها معاهم المهم دابا حنا الاولى شاركنا معاكم حيت حنا غنديرو تقريبا واحد ربعة هكا وكلا يا حسب شنو غي شنو بغينا نديرو حيت حنا باغيين نديرو يعني الشكل دي اي ونشوف بحال انا خصنا هادو باش ديرنا الاي وحيت كما قلنا في الاول ما غاديش نقطعوها يعني غير وحده نطيبو وحده بوحده يعني ماشي غنديرو وحده ونقطعوها هكا على ثلاثه ولا لا فكرنا قلنا نديروها هكا بلي احسن بحال عندها الوقت مزيان اللي عندها الوقت مزيانه مزيان اللي ما عندهاش الوقت دير وحده وتقطعها اييه من دابا حنا ندخلوها على الفرن ان شاء الله منين طيب ونطلقها هي ضروري غير جناب يكونوا مقادين وصافي تكون مقاده كامله ولكن حتى الجناب خصو يكون مزحه باش كتقاد باش تقاد طب دايره هكا باش زوينه وي
صافي هادشي اللي كاين ان شاء الله غندخلوها للفران كما شفتوا المقادير هما هادو. مزال ان شاء الله نكملوا معاكم ندخلوها للفران طيب ونطلق. هلا انا جبتكم معايا الفران كاع كما كتشوفوا معايا الفران كطيب. هلا هنا دايره ليهم 150 كما كتشوفوا وراه كطيب طيب ان شاء الله كما قلت لكم ونرجع معاكم. كما كتشوفوا دابا الجينواز درناها كطيب وغندوزو نديرو شنو نديرو لا كريم شونتيي لا كريم وي حيت عندنا حنا عندنا حنا في البيض وعندنا في الكحل يعني ندير اكرام غنديرها في البيض ملي خليت لابوط باش اييه بحال هكا كما كتشوفوا ديال الفاني ديال الفاني وضروري غنزيد وحده اخرى يعني غير وحده ما كافياش كما قلت لكم حنا غنديرو ديال اكرام غنديرها في هذه اللي غندير الاكرام ومهم غنزيد وحده اخرى غنديرها ان شاء الله ديال الشكلاط حيت غير وحده ما غاديش تكفي والال يعني ال ما غاديش ماشي شي حاجه كبيره بزاف كنقول ال الاي ما تعرفش كنقول ال مقبيله المهم الاي الاي باش هادشي اللي كان دابا ان شاء الله غنبداو وخليكم معنا الحليب خصيتو دابا مزيان كنت انت قبيله درتيه في الفريكو لتر لتر كنا نديرو 4 لتر 4 ديال لتر 4 في الوحده داكوغ باش كتجي ثقيله انا عمري الصراحه ما درتهاش باش كتشد باش كتشد باش كتجي ثقيله ملي كتجي جاريه ياك لا عمر ديما كنبغي كنقول له ندير شي حاجه اليوم ما كتجي جاريه ما كتعباش غادي نخوي الموس ديالي ها هي الشاي اها كنضر فيها السكر فيها كلشي كلشي مخلط فوالا بجوجهم بجوجهم باش اعمل داكوغ عندنا بعدا كل واحد كل كارطون فيها غير وحده يعني كل وحده بالكاس الحليب اه الكاس هو 4 لتر انا خديت عيني ميزاني المهم هذا الكاس هذا يكون داير الكاس ديال العنبه كاس ونص ديال العنبه تقريبا ياك احسن يكون داير شكون كتشوفها خبط يديا بزاف هكا المهم هي كل خنيشه درت فيها كاس بحال هكا تزيدي ونقولوا كاس كاس ونص ديال العنبه كاس ونص هكا كيف فاش كيكون الحليب بارد كطلع دغيا حيت نيت قبيله درتيه في الكو في في الفريكو شوفي هي حيت البروده كتعاون ملي كيكون الحليب هكا بارد بزاف كتعاون مزيان دابا غترد دير الثلاجه غنحطو في الثلاجه باش يعاوني كل ما كان بارد بزاف كل ما غادي تعاوني في الدريسير داكوغ صافي دابا نخليها في الثلاجه. المهم دابا كما كتشوفوا حنا طيبنا لاجينواز ديالنا درنا جوج كتشوفوا خليتهم بردوا مزيان ودابا ان شاء الله غندوز باش نقطعوها ونزينوها خليكم معايا هنا كما كتشوفوا راني كنشد العبار باش نقطعني اسهل حاجه باش تجيكم حاجه نيشان يعني اللي قد يعني تشدوا العبار بشي حاجه باش تجيكم تقطع سهل وما يجيكمش يعني الطرف كبير والطرف صغير. وهادشي اللي كاين نتمنى الفكره تعجبكم وخليكم معايا حتى التالي. المهم كما كتشوفوا راني قطعتها كامله هكا راني بحال اي قطعت هذا قطعت الثانيه شوف شويه حسنا يديك اييه قطعت هكا الثانيه وهذوك النصوصه اللي بقاو تما هي اللي غنعمرهم في الوسط حيت الظلام شويه ما كيباش هما هنا النصوصه نعمرهم في الوسط ودابا كنسقيوها بالماء حسنا الماء مسكافي قهوه ياك مسكافي قهوه اللي كت اللي كت الساشي اييه غير شي نص شي بينا رطبه ما غاديش نسقيوها بزاف حتى بصح رطبه رطبه بزاف زوينه صراحه رطبه والكريم راني عمرته هنا في الجيب الحلواني اييه عمرته صراحه طلعت زوينه وقبيله تقريبا شحال تسويها وهي في الثلاجه في الفريكو حسنا تقريبا تقريبا شي جوج سوايع لا ملي مديناها دابا لا مين درناها في الفريكو تكون شي ربعه لا اكثر ربع سوايع لا اكثر لا 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 تكون غير جوج جوج سوايع بحال هكا تكون
يعني هي قد ما درتوها في الثلاجه بزاف هي كحسنه قد ما قد ما كتشدق لكم راسها. والحليب من الاحسن في الاول ضروري هذيك باش تطلع خلاص الحليب راه تقريبا المهم حنا غنكملوا بحال هكا الدراري كيعاودوا نكملوا عليها بحال هكا كامله شي هكا كيجينا كريم ساهل ما تدهني كتبقى تدهني كطير لك هاد القشره ديال الجينواز بصح كتحرك بلاصتها بصح هكا مزيانه ساهله. هاد اللوز هذا يعني مسحته ودرته في الفران يتحمر ومن بعد يعني غير هرمشناه بحال هكا باش كتحسوا في اللوز الداخل يعني في وسط الحلوه ديالكم. انا حنا ملي كنكملوا كملوا هذا الشيء وغنديروا داك الطروفه كما قلت لكم قبيله ليه هما في الوسط بعد غنديروا هذا الصحيح من الفوق وما حنا خدامين ديك احسن نساليو ونرجع معكم. درنا الحرف الاول مش الحرف الاول التحتيه ايوا التحتيه التحتيه ودابا غنديروا على اللوز على اللوز نحاولوا نهزوا غير داك الكبيره حسنا يلا الكبيره بزاف جوج نكملوا علينا بحال هكا باش كتجي عامره زوينه شي حاجه ديال الدار ما كاينش بحالها كيكون فيها هكا اللوز هكا بزايد يعني المذاق ديالها غيجي زوين سي دابا كتسقي الثانيه يعني بحال كوش الثانيه تقريبا يعني كما كتشوفوا يعني فيها غير تقاطع داك التقاطع اللي قطعنا اللي شاطو من الحروف باش متبقاش الحلوه الدار دابا كديري اللوز عاود الثانيه واخا شويه البلاصه مظلمه ما معليش نحاول انا نطلع الفوق حالك صح غير الشكل ديالها غير هكا باين زوين جرب غديريها من الفوق صراحه باينه زوينه ونضبطو تبقى عليها باش تشد باش تشد راسها باش داك اللوز يدخل واحد الكريمه اللي كتشد عندنا اللوز من الفوق ضروري تبرك باش تطلع داك ما بين اللوز لا كريمه تطلع ما بين اللوز واللوز باش تصدق مع تبقى باش خصنا نجيو تكون متلاصقه ما تجيش نجيو هذا نقطعو تجي لاصقه دي تسقيها عاود نبرك عليها لاصقات دابا دابا غادي نسقيها ولكن كما شفتو مكنسقيوهاش صراحة بزاف حيت طيطبة هاكا غير شويه وصافي باش حتى فاش كتسقى حتى ديك الكريم متبقاش تطلع معانا بصح راه كيطلع معانا الجلده الفوقانيه ديال الجينواز. المهم كيما شفتو دابا حنا كنسقيوها وغنديرو كيما درنا لتحت غنديرو لاكريم ديالنا ومن بعد غنديرو اللوز وغتشوفو ان شاء الله في شكل الشكل ديالها النهائي ان شاء الله يا ربي كيفاه غتجي ونتمنى تجي زوينه. كيما قالت اختي مينا نخلطو هاد الالوان غيجيو مزيونين بصح شتيك جاو زوينين هكا مخلطه المنظر طلع المنظر زوين على حساب حتى الورده عرفتي كره الناس صحاب الباتيسيري والله صحاب الباتيسيري تخلطوا الالوان خلطوا الالوان ويجي كل شيء اه قال تعطيو الناس داك الشيء بيض واخا هذا الشيء رخيص راه هادشي كيجي زوين والحاجه ديال الدار شتي شحال كتجي صراحه هاد العامره مزيونه باللوز واللوز مصوب عليه داك اللوز مسحاه الا لاحظت امين راه وسخ لي في اللوز وسخ والله الا وسخ مسحناه جوج مرات وحنا كنمسحو فيه. المهم ها الايد ديالنا نتمنى لاله يكرم مريم اكرم اكرم شتي انا قلت معيت انت خلط اسمع اكرم تقبل علينا ان شاء الله نتمنى تعجبها ايوا والوريده حتى هما
وريدات غادي نحشيهم من هنايا ديال الماكله. اييه كتشوفوا. ودابا رجعت معكم باش نوريكم الطبيله ديالي شنو درت فيها، شنو يعني شنو وجدت انا ولوستي. وجدنا جوج حلوات بحال هكا، وحده بالشكلاط وحده كما شفتوا غير بيضه، حيت كاين الدراري اللي كيعجبهم الشكلاط واحد شنو كيعجبو. واختي دارت اليوم دارت كميني بيتزا بحال هكا، صح جات فنه، جات سهله وعجباتهم الصراحه الدراري، حماقوا عليها. وكيما كتشوفوني كرواسه شرينا مع برا، الدره درناها في الدار، لي شيبس تخربيق هكا خفيف ظريف هكا للدراري. ونتمنى هادشي يعجبكم، ما تنساوليش ميلاك ديالكم والبارطاج، وكنقول لكم خليكم حتى للتالي.